اهلا وسهلا بيكم في ساندوتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندوتش تونه مهروسه. هنطلع فاصل ونرجع نشوف المكونات. مكونات الساندوتش: تونه، بقدونس، اوراق بصل متقطعه، خل وشبت، وبودره ثوم، بودره بصل، شويه بهارات مشكله، مستردة وملح. وهنستعمل طبعا شويه مايونيز. نحط التونه. مايونيز. رشة ملح. ملعقة مستردة. شوية خل. بقدونس. شبت. بصل. بودرة بصل. رشة بهارات وبودرة الثوم. نهرس كله مع بعضه. كده الساندوتش جاهز، ساندوتش تونه مهروسه. هنطلع فاصل ونرجع نعمل مكونات العصير. النهارده هنعمل كوكتيل موز بالايس كريم وشوكولاته. المكونات: ايس كريم فانيليا، لبن، شوكولاته قابله للدهن، وموز. نجيب موز الاول. ايس كريم. لبن. شوكولاتة قابلة للدهن. نقفل ونخلط. كده الكوكتيل بتاعنا جاهز، كوكتيل موز بالشوكولاته والايس كريم، ساندوتش وحاجه ساقعه بالهنا والشفا.